تعرفوا الفيلم بيتكلم عن ايه. في عنبر المعماريين ينتقي المجانين. عندما يركبك عفريت ميس بانجو او جودي ماذا تفعل؟ في هذا الاطار تقوم امنيه ومرام معماريتين تتقسمن ادوار جودي وميس بانجو من خلال خلافاتهم الطفوليه في سرايا المجانين تحت رعايه المشرفه او الممرضه البارعه نوره. تتعرف على جوانب حياه واعمال كلا المعماريين. اتقان للدور من الجميع خاصه عامله النظافه المثقفه رقيه والطبيب المهزوز العائد من الماضي السحيق اسماعيل مصمما على استكمال مسيره التمثيل الرائعه ولا يخرجهما من التقمص سوى العرافه مارينا. حوار راقي للمبدعه مها رشاد تحت اشراف وقياده المخرجه المتالقه فيروز. مبروك المركز الرابع.